المجلس الدستوري في الجزائر يؤكد نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة بفوز جبهة التحرير الوطني ب 221 مقعدا، فيما تحصل التجمع الوطني الديمقراطي على 70 مقعدا، يليه التكتل الإسلامي الأخضر الذي فقد مقعدا، كما أبقى على عدد مقاعد جبهة القوى الاشتراكية رابع قوة سياسية، فيما تراجعت حصة حزب العمال اليساري بثلاثة مقاعد. في انتظار الفصل في الطعون من قبل المجلس الدستوري، يبقى الفائز الأكبر في انتخابات 10 مايو هي المرأة التي اقتحمت وبقوة قبة البرلمان الجزائري ب 145 مقعدا، أي ثلث المقاعد. بلدية القبة خامس أكبر بلدية العاصمة، حيث اعتلت السيدة سعيدة بونابو لخمس سنوات رئاسة البلدية التي ستغادرها بعد أيام للالتحاق بالبرلمان عقب فوزها. تجربتي ان شاء الله اللي جوزتها في البلديه راح تخليني، خاصه الاحتكاك المتواصل مع المواطنين، راح تخليني ندافع على ملفات اللي هي حقيقه ملفات هامه بالنسبه للمواطن الجزائري، وهي ملف الاسره، ملف السكن، ملف البطاله. السيدة فوزية سحنون ستلتحق بدورها بالهيئة التشريعية، وفي مقدمة اهتماماتها ملف تعديل بعض مواد قانون الأسرة وتمكين المرأة من اعتلاء المناصب الحكومية. سن القانون اللي يمنع العنف ضد المرأة، كذلك قانون الذي يحفز المرأة للوصول للمناصب الحكومية. الشارع الجزائري وهو يعبر عن فخره للحضور القوي للمرأة في البرلمان يتطلع إلى الكثير منهن خلال عهدتهن النيابية. التواجد الكبير والمكثف للمرأة في البرلمان القادم يعتبر مكسب مستحق بالنظر إلى تضحيات الجسام للمرأة الجزائرية، وتعتبر هذه النتيجة في رأي الكثيرين إنجازا كبيرا في المشوار السياسي للمرأة الجزائرية التي طالما اشتكت إقصاءها من الساحة السياسية رغم تواجدها القوي في مختلف المجالات الحيوية. حاليا ستكون الأحزاب مجبرة وحتى المجتمع مجبر على فتح مجال النضال أمام المرأة، وعندما تأتي من مواقع النضال ستكون أكثر قوة وأكثر تمرس. يعني يذكر أن أكثر من 7000 امرأة كن ضمن قوائم المرشحين ليرتفع تمثيل النساء في البرلمان الجزائري من 7% في الانتخابات السابقة إلى أكثر من 30%، ليتصدر بذلك البرلمانات العربية الأكثر تمثيلا للنساء. محمد جرادة، الحرة، الجزائر.